على النظام المدني مش بدهم يحكم بدلهم هذا النظام ظالم ويجب انهاء اهم المراحل يا خايتي ما كنت بين واضحه انا الشعب الشعب فينا اخذنا هنا اكبر من الخطيب منصور مفتاح صالح النعيمي نجوم كبار اعمال رجال نجوم كبار طلعت معي 10 ايام بالتدريب عندنا مباراة مهمة جدا أمام المباراة نتيجة 1-1 أحمد وين ضم مع طارق من مدينة قنيطرة أحمد وين ضم لعب بالأحمر وطارق لعب بيض الصفر في عالم آخر شهادات كثيرة أفتخر فيها وأعتز فيها وهون في نقول هذه المواهب والقدرات اللي أنا لعبت معها استفدت منها كنت أتمنى أن نقدر نترجمها على أرض الواقع بشكل كثير أرض بشكل كثير تفيد أجيالنا تستفيد من هذه القدرات دائما لازم يكون رموزنا نجوم لأن دورة الحياة لازم تستمر دائما الأفضل يعطي نجوم وبيجي من بعد يصبح رموز صحافة مشدة بجد صوروا شي تروحوا ولا ثلاثة كونوا مزيونين
بين سبورت سعر الأوقاتك بكل خير. وأهلا وسهلا بكم معنا في الإطابة من خلال نصف نهائي بطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة والمقامة في جورجيا ورومانيا. هنا المواجهة الثانية في الدورة نصف نهائي بعد تعرفنا على أول الواصلين للمباراة النهائية في بطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة المنتخب الإنجليزي بعد محقق الانتصار بثلاث أهداف نظيفة على الكيان الصهيوني. في حين هنا ثاني لقاء ما بين المنتخب الأسباني الماتادور اللي يبحث من جديد للوصول للمباراة النهائية، الوصول التاسع للمباراة النهائية بالنسبة للمنتخب الأسباني. يواجه ويصطدم اليوم من خلال التألق الكبير بالنسبة للمنتخب الأوكراني اللي كان حاضر في نسخة 2006 وكان في المركز الثاني بعد العزيمة الثقيلة أمام المنتخب الهولندي، لكن تغيرت السنوات وتغيرت الأعوام وتبدلت الأمور. يبحث كلا المنتخبين للوصول لنهائي المنتخب بانتظار صافرة البداية من حكم اللقاء البلجيكي إيريك لابريسيتش اللي يقود هذه المواجهة. منتخب أوكرانيا حاضر على يمين الشاشة لسير اعتياد الأصفر الكامل في حين إسبانيا على إزالة الشاشة هاتف الصافرة من حكم اللقاء لتعلن بداية المواجهة المثيرة المنتظرة ما بين المنتخبين اللي تواجهوا في لقاء مثير انتهى في دور المجموعات بهدفين مقابل هدفين، لكن من خلال تغييرات عديدة باللاعبين الأساسيين وأعطى فرصة كل مدرب للعيبة احتياط للتواجد والمشاركة في دور المجموعات في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية. كان معي محمد معي مالوف قاي هو ذاك المحل اللي قدم عندي زيادة أخرى هو يطلع في الوضع في واحد لعبة أخرى كذا يجي كل كذا في مرة من كذا. تشكيلة المدرب سانتياغو الدينيا المدرب الاسباني حاضر اتياس في حراسة المرمى بالاضافة الى ايتور باريديس فيكتور روميز زون اباتشيكو كوان ميراندا اليكس باين انطونيو بلانكو اتفاكا ديك اللعبة اويهان روني ابر رايف وسيرجيو جوميز. احفظوا هذا الاسم اللي متألق تألق كبير راه قدر يمنع قدر يمنع الطرح ليش؟ دائما هذيك يقطع معاه دابا خليها له شي تاوي خلي له شي جوج باطل يتحصل على ركنيه على خلال الاصابه ما كان حاضر في دور المجموعات لكن تواجد من خلال الدور ربع النهائي ويتواجد من جديد في الدور النصف النهائي. مودريك مره تمريره خياليه سحريه صار من خلال الفارق في اليوم الاخير بالنسبه للمنتخب الاوكراني على تحول كبير تغييرات فقط استمر بلاعب واحد اساسي كان حاضر في دور المجموعات
في حين تسع تغييرات المدرب منتخب أوكرانيا. طري باقي فيه طري منا اللي حاضر مع نادي سبورتنج الفريق البرتغالي المحترف بصفوف الفريق البرتغالي. كثير من الاسماء صنعت الفارق في هذه البطوله واللافت للانظار ان الكشافين الكشافين عين عينهم على كل لاعب. يقول لك هذا راح يصنع الفارق اذا يكون حاضر مع نادينا. وعندك يعني الحافز الاكبر من خلال هذه المواجهه من خلال هذا اللقاء هو الحضور الكبير بالنسبه لمدربي الفرق الاولى سواء للمنتخب الاوكراني او للمنتخب الاسباني. انطلق بسرعه عن طريق اخوان ميراندا واصلت بالخلف لمصلحه جبالي من بلديه السريع الان لمصلحه رودي عاد بالخلف الى فيكتور جوميز من جوميز الى بلديه والمرور والنقطتك عبر الان لمصلحه الباتشيكو يحافظ على كره الباتشيكو. اشعل الحياة الزموري شفت علل اللي لعب مع سعيد بافضليه بسيطره للتحكم في وسط الميدان اللي يسيطر على وسط الميدان راح تفرق معاه الامور كثير كثير. هنا اخوان ميراندا كان في فتره حاضر متعلق مع نادي ريال انتقل بعد ذلك نادي ريال بيتيس وهذه قدامه واش قدامه قلت لها في 5 دقائق ولا ما يمكنش راه خصو يكون طويل اخي لا براه اخي واش دري عليا نجري عارفين ايش اللي مطلوب عليه بريكوز دابا تركز دابا حاضر من دفاع نادي منتخب اوكرانيا عادت بعد ذلك الان الى بلانكو من بلانكو الى سيرجي جوميز سيرجي جوميز مار سيرجي جوميز الى فيكتور جوميز من جوميز لجوميز نقله قصيره كما هي الحاله بالنسبه للمنتخب الاسباني هذا امر رائع احمد كيعيا عادت الكره الى رامي التماس كيورك قال لك عاجبني الاداء اللي قدمه بدايه سيرجي عودي رجع يعني حتى تحت 21 سنه نقلات وتمريرات مثل ما كان حاضر مع الفريق الاول القوه ترجع من جديد بالسيطره والاستحواذ على وسط الميدان ودائما احراز الاداء حتى فك العقده من خلال العقده اللي كانت متلازمه على المنتخب الاسباني في ركلات الترجيح يوم حصل في دوري الامم الاوروبيه. لكن اليوم الوضع غير اليوم المهمه غير عندهم امال منتخب اوكرانيا يصطدم في منتخب اسبانيا في هذا الوقت. طاور احمد انت يا يوم حتى متواجد على دكه البدلاء في يوم اللي حتى في المؤتمر الصحفي كان في اسئله كثيره للمدرب رساو تاكر تبدا بالمهاجم فيونيك ولا كيف لك لا هو عنده مشاكل في مستوى اليد على مستوى اليد ممكن يكون حاضر اذا لازم الوضع من خلال الشوط المباراه الثاني عندهم ممكن طارق طارق اللي طارق اوكرانيا اصغر كما هي دائما يبحث عن الكرات القصيره دائما يبحث عن السيطره لكن المتدور انت من الصباح لهذا يخلي يدير دامة وحده يا توقفت يقول انت ذا كحلة 11 في اللوب لا الكحلة كانت كحلة التشكيلة الأساسية اليوم مواجه فريق الملكي ريال مدريد يعني التعارف كيف الأداء بالنسبة للمنتخب الأسباني. من هو؟ بالنسبة للمنتخب الأسباني
شنو حافظ واش هذاك اللي كانوا اللي صورتيها ولا اللي صورتيها ديال رشيد محمد ولا عرفت عارس الماما الاوكراني ديك الطرح ديال واش هاد الواد هو عنده بياضه عنده بيضه مقن جدامات وهاداك راه غلبة قلتي انت قلتي غلبة ما فيش انا ما عارف واش هيك انت اللي قلتي فيه الغلب مضبوط فهمت انا هذاك راه كنقول من هنا هذاك انا راه كنت كنقول من هنا ماشي انت اللي اكدتي لي على الشغل محمد بلا ما يوصل لك الشيء هذا كيبان في حالة تصاف تمام هذا كم حال تمام الله يديك اخي مصطفى انت تولي بحال الزموري ولا زي النيل تعطي الزوز شوف الاستلاح ما تتركوا له مجال ما تتركوا له فرصة تترك له مجال تترك له فرصة راح يسجل راح يعاقبك أول شوفوا كأنهم ولا مرة وصلوا يا عيد يعني تشعر كأنهم لأول مرة وصلوا النهائي حتى تصمت هذا اليوم لكن هي معنويات بريك مغلوب بريك عليه مغلوب كلها تنين